الله. تعالوا بقى نشوف دلوقتي حيوان من اللي احنا بنحبه وهو حيوان الفيل. الفيل سبحان الله، يعني احنا يمكن شفنا سيد قشطة وشفنا وحيد القرن الضخامة بتاعتهم. الفيل سبحان الله تحس نفس الضخامة، ولكن مع اختلاف طبعا الزلومة بتاعت الفيل، وسبحان الله على الزلومة بتاعت الفيل دي والعاج او الانياب بتاعت الفيل. سبحان الله، ايه من ايات ربنا عز وجل. طبعا الفيل ده طبعا حيوان يعني دارت حواليه قصص وحكايات كثيرة. ابن القيم يقول: تأمل شفير الفيل وما فيه من الحكم الباهرة، سبحان الله، فإنه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإيرادهما إلى جوفه. يعني عايز أقول لك الزلومة بتاعت الفيل دي عاملة زي الإيدين، ياخد العلف ويدخلها جوه بقه. يقول: ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض لأنه ليس له عنق. لو فعلا صح تأملات ابن القيم جميلة أو على فكرة، يقول لك هو مش زي الزرافة والجمل يقدر يمد يعني رقبته كده وللأرض، لكن هو مسكين ما عندوش اللي هو كان حي لازم ينام على الأرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى اداله الزلومة يعني في المقابل. يقول: لأنه ليس له عنق يمدها كسائر الأنعام، فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم. يقول: الخرطوم الطويل ليسد مسده، يعني يكون مكانه يعني، وجعل قادرا على سدله ورفعه وثنيه والتصرف به كيف شاء، وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطي ويتناول إذا أراد. سبحان الله، سبحان الله. ابن القيم يقول: فسل المعطل من الذي عوضه ومن الذي أخلف عليه مكان العضو. سبحان الله، يعني اسأل بقى الناس الجاحدين اللي بيجحدوا وجود الله سبحانه وتعالى أو اللي بيجحدوا صفات ربنا سبحانه وتعالى، إن هو يعني مين بقى اللي هيجيب له الأعضاء دي. يقول: فسأل المعطل من الذي عوضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذي منعه، ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم عن قيمه، وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم من قيمه وبارئه ومبدعه. صحيح، لو العالم ما فيش الكون ده ما فيش خالق هو اللي بيعطي للمخلوقات دي كل الأشياء دي، كان هيجيب الزلومة منين الفيل ده؟ يقول: ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله، يعني ابن القيم عايز يقول لك إن من أكبر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى الفيل اللي أنت شايفه ده. يقول: فإن قلت فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك؟ قيل: والله أعلم بحكمته في مصنوعاته، لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل، فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لن هدت رقبته بثقله. يا دي من التأملات الجميلة فعلا، برضو فعلا رأسه ضخمة جدا، لو كانت عنده عنق كان هيتعب قوي في شيل رأسه. يقول: ووهنت بحمله فجعل رأسه ملصقا بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤونة، وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه، ولما طالت عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه، فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين. يا على نعمك يا رب، فعلا لا يستطيع احد ان هو يعد نعم ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، سواء في جسم الانسان او في المخلوقات او في الكون كله. سبحان الله، بتعجبني قوي بصراحه تاملات ابن القيم. يعني شوف سبحان الله يا اخي، السلف حتى كانوا قاعدين يتاملوا في المخلوقات والحيوانات. احنا عايزين نعيد يا جماعه العباده دي تاني، عباده التامل في مخلوقات الله. للاسف للاسف احنا يعني دي عباده من العبادات العظيمه جدا والجليله والبسيطه وما بتكلفناش اي حاجه، ان احنا نتامل في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى ونشاهدها وننظر اليها. والله يا جماعه العباده دي من هي مفتاح الايمان، مفتاح الإيمان فعلا، لما وحتى مفتاح الإيمان لحتى الناس الغير مؤمنين بالله عز وجل. لازم إحنا كمسلمين يعني نبين للناس، شوف الصورة دي سبحان الله، شوف الديل والتناسق اللي موجود في جسم المخلوق ده، شوف سبحان الله الضخامة بتاعت الناب بتاعه بتاعت الفيل. طبعا الفيل بيقتل عشان خاطر الناب بتاعه ده، غالي جدا يا جماعة الناب ده، ناب العاج ده، لأن بيتصنع منه التحف الفنية وتصنع منه أشياء كثيرة جدا، فالناس بتقتل الفيل، وأعداد الفيل طبعا يعني بدأت بتقل، وبقى فيه طبعا تجريم على مستوى العالم في قتل هذا الحيوان
وده آية من آيات ربنا. إحنا على فكرة يا جماعة يعني مش بس مسألة الحفاظ على الحيوانات دي، يعني دي يعني دعوة غربية يعني بيطلقها الغرب، بالعكس إحنا كمسلمين كذلك لازم ننادي بذلك، لأن دي آيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن كأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. لو انقرضت يا جماعة هذه الحيوانات، يعني الناس اللي جاية بعد كده إزاي هتأمل في مخلوقات ربنا، وهتبقى إزاي فين أدلة الخلق والإعجاز لله سبحانه وتعالى في هذا الكون؟ شوف سبحان الله الآية دي.